Jangan membaca bacaan komen, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Membaca bacaan kobe takut ancam.